فقرتنا الآن تهم كل سيدة، لأننا راح نتحدث عن انقطاع الدورة في سن اليأس من عمر 50 إلى عمر 55 عام. ضيفنا يسمي هذه المرحلة العمرية بسن النضج ويناقش احتياجات المرأة في هذا العمر. يسعدنا أن ينضم لنا من استديوهات جدة استشاري تأخير الإنجاب وأمراض النساء والولادة دكتور بندر كتبي. أهلا وسهلا دكتور بندر. أهلا وسهلا بكم، لكم العافية، ونتشرف بلقائكم سيداتي، ونشكركم للفرصة دي نتكلم عن موضوع جدا مهم يغيب عن الأنظار على أغلى فئات في المجتمع عندنا اللي ما حد بيحس دائما بمعاناتهم. نعم والله نشكرك دكتور على هذا الوقت اللي هتعطينا إياه عشان توضيح هذا الموضوع. في البداية خلينا نفهم إيش هو سن اليأس، خصائصه، وكيف حضرتك يعني حطيت هذه اللفتة الطيبة بأنك تغير مسمى من سن اليأس إلى سن النضوج؟ والله أول حاجة هي ما هي لفتتي ولا مصطلحي. المصطلح أول مرة أسمع من أستاذنا في كلية الطب في المستشفى الجامعي اللي تعلمنا منه العلم الأخلاق وحسن المعاملة قبل العلم، من الأستاذ الدكتور بروفيسور حسن جمال. أول مرة أسمع سن النضج منه، والكلمة زي ما يقولوا علقت في دماغي، ولا عاد أقدر أسميها سن اليأس. اليأس انقطاع الأمل. إحنا بالعكس، إحنا في سيدات وصلوا لمرحلة معينة من العمر، غالبا يكونوا نضجوا ربوا عيالهم على سن التقاعد أو جاهزين للتقاعد. دي مرحلة الاستمتاع بالعمر، فقد تكون أحلى مراحل العمر أو على الأقل من أحلاها. فكلمة اليأس كلمة يعني سيئة جدا، غير مقبولة في رأيي الشخصي، من زي ما تعلمنا من أستاذنا بروف حسن جمال. فما عاد أنا أبدا ما أكتب سن اليأس أبدا. جميل. انقطاع الطمث مقبول، وسن الياس غير مقبول اطلاقا. طيب حلو، طب خلينا نتكلم عن انقطاع الطمث في سن مبكر. من متى ممكن يبدا؟ والله اي وقت. اذا نبغى نديكم شويه معلومات توضح الصوره اكثر، لازم نفهم انه الدوره الشهريه تعتمد على مخزون المبيض. ايش هو مخزون المبيض؟ المراه تتكون، البنت تتكون جميع بويضاتها وهي جنين في رحم امها، وده العدد هو الرصيد اللي تخرج به الحياه، ما في غيره. العدد ده بيتناقص مع الوقت بشكل دائم، وقت ما ينتهي نسميها تنقطع الدوره الشهريه. فمتى يحدث؟ ممكن يحدث في أي وقت. في بنات ما تتكون عندهم، في بنات ممكن يقطعوا في 20، في 30، في 40. الغالب اللي مكتوب في الكتب من أيام ما كنا طلاب إلى الآن انقطاع الدورة بين سن 45 لل 55، والغالبية العظمى 50 ل 55 لما تنتهي البويضات في المبايض وتنقطع الدورة الشهرية. نعم. يعني صدمتنا الصراحة دكتور لما قلت في ناس تنقطع عندهم في سن 20 والـ30، لكن نحتاج منك توضح أكثر. هل في أسباب تجعل السيدة تنقطع عنها الدورة الشهرية في هذا العمر الصغير؟ يعني هل في أشياء معينة، هل هي جينات، هل هي أمراض معينة قد تصيبها؟ لأنه ما هو منطقي اللي احنا نعرفه. يعني والله هي مكتوبة في الكتب من أيام ما كنت طالب في الطب لين ما خلصت التخصص الدقيق، ما في تغيير كبير في المعلومات. بيقولوا الأسباب 50% مجهولة. كلمة مجهولة تقع تحتها أشياء كثيرة جدا، مثل التدخين، عوادم السيارات، تلوث الجو، والأكل الغير الصحي، أشياء كثيرة جدا تدخل تحت نطاق المجهول. الأشياء المعروفة وكلها معروفة لا يمكن التأثير عليها بشكل من الأشكال، يعني ما لها حل. بعض المتلازمات الوراثية، شيء اسمه فراجايل إكس، شيء اسمه تيرنر سيندروم، في عندنا الأورام السرطانية، العلاج الكيميائي والإشعاعي بيدمر المبيضات. إذا السيدة سوت عملية جراحية والدكتور اضطر يشيل جزء المبيض أو كامله، الأشياء دي هي الأجسام المضادة. في بعض الناس عندهم أجسام مضادة تحارب الجسم، ومن ضمنها تدمر البويضات. كل الأمور دي للأسف ما نقدر نتحكم فيها. طيب دكتور، ودي أسألك سؤال يعتبر في غاية الأهمية الآن، في من
الدراسات الجديدة اللي طلعت والأبحاث الجديدة عن تجميد البويضات، فكثير من البنات الآن تلجأ إلى هذه العملية، تقول لك الآن أنا لسه ما تزوجت، لسه مش أم، وبدأت تكبر في السن فتتجه إلى تجميد البويضات. هل هذا ممكن يعني يكون له علاقة بموضوع انقطاع أو سن اليأس أو سن النضج؟ ممكن يؤثر شيء منهم على الآخر؟ لا، موضوعين مختلفة تماما. لأنه تجميد البويضات يعتمد على إيه؟ لازم نفهم شوية عن فكرة الدورة الشهرية. الآن قلنا أنه في مخزون، مثلا سيدة عندها 100,000 بويضة في المبيض، كل شهر يتم تجنيد أو إيقاظ مجموعة من البويضات، هي اللي بنشوفها في السونار، في الألتراساوند، في التصوير التلفزيوني، الدوائر السوداء الصغيرة، هذه اسمها الجريبات أو الفوليكلز. جسم المرأة يجهز شهريا مجموعة من الفوليكلز بحيث يتم اختيار واحدة فقط تتم الإباضة وتخرج البويضة. تجميد البويضات ننشط الفوليكلز الجريبات بحيث كلها قدر الإمكان تكبر ونسحبها ونجمدها، ما لها علاقة بالمخزون. يعني المخزون آلية منفصلة تماما بتقل زي ما قلنا الأسباب المجهولة. بعض السيدات ممكن يوصلوا 59 وتكمل معاهم الدورة، وبعضها ممكن في بداية الأربعينات، موضوعين منفصلة تماما. طيب، في تغريدة كتبتها دكتور إنه السيدة تحتاج إلى عناية من عدة تخصصات، طبعا من هذه التخصصات اللي هي غدد صماء تناسلية وقلب وغدد صماء كبار، يعني وأيضا تحتاج لتقييم هشاشة العظام وأشياء كثير، وفي زيارات دورية وغيرها. كلمنا أكثر عن هذا الموضوع. بكل سرور، هنا بيت القصيد. الدورة الشهرية اللي بنتكلم عنها والمخزون، الفوليكلز أو الجريبات دي تفرز أهم هرمون للأنثى اللي هو هرمون الاستروجين. فالهرمون ده تعتمد عليه في حاجات كثيرة جدا، غير تجهيز الرحم للحمل واستمرار الحمل، تعتمد عليه في حماية القلب. المرأة غير الرجل إلى سن انقطاع الدورة نسبة أمراض القلب عند السيدات قليلة جدا جدا. يعني ممكن نسمع شاب عمره 25-28 سنة جاته جلطة، شبه مستحيل أنه تجي سيدة تجيها جلطة في البداية، إلا إذا كانت طبعا مثلا مدخنة بشكل شره، عندها أمراض وراثية. ولكن الطبيعي السيدات الاستروجين يحميهم من أمراض القلب. الشيء الثاني، السيدات الاستروجين بيحمي لهم العظام، بيحافظ على كثافة العظام، وبيحافظ أيضا على الأنوثة، نضارة الجلد، على الطاقة والحيوية، على الرغبة. وهذا السؤال يعني حنتكلم عنه بعد شوي. فانقطاع الدورة الشهرية يعني خلصت البويضات، خلصت البويضات يعني ما في جريبات، ما في مصدر للاستروجين. فالسيدة لما توصل للمرحلة دي تكون عرضة أكثر للأمراض دي، فتحتاج استشاري قلب يقيمها، تحتاج استشاري غدد صماء كبار يطلب لها تحاليل أشعة هشاشة العظام ويهتم بعظامها. وطبعا ترجع لنا احنا في ايضا للتعامل مع اعراض انقطاع الدورة. طيب معلش عفوا دكتور، احنا متى نقدر نقول انه يعني السيدة صار معاها انقطاع للدورة الشهرية؟ بعد مرور كم شهر؟ سنة؟ 3 شهور؟ لا، هي اللي في الكتاب ما زال مكتوب من سنين 6 شهور. انقطاع الدورة بشكل لائق بمجرد مرور 6 أشهر بدون دورة شهرية تعتبر انقطعت في سن الأربعينات الخمسينات. المشكلة مو كده بس، المشكلة أن تجيها فترة يسموها البيريمينوبوز أو ما حول انقطاع الدورة اللي ممكن تبدأ فيها الأعراض اللي تقلل جدا من جودة الحياة. فالهدف من الآن أنه السيدة إذا بدأت تحس بالأعراض دي حتى لو بتجيها الدورة، والدورة لها نمط معين تكون متعودة عليه طول عمرها، فجأة تلاقيها بعد فترة تبدأ تتغير، تأخر شهر ونص أو تجي 23 يوم، تتلخبط عن عادتها. لما تضاف إلى ذلك هفات الحر وأعراض تغير المزاج الشديد، جفاف البشرة، جفاف المهبل، نبدأ نقول إنها في مرحلة الانتقالية من الطمث إلى انقطاع الطمث. هذه من أهم المراحل لينا لتخصص تأخر الإنجاب. لما تقطع وانتهى الاستروجين تماما تبدأ تحتاج التخصصات الأخرى للاهتمام بصحتها. أكيد أكيد دكتور، بما أن احنا نتكلم كمان عن فرص الحمل وتجميد البويضات وانقطاع الطمث وإلى آخره، في موضوع قاعدين نسمع كثير هذه الفترة، يقول لك السيدة إذا حملت في سن متقدم بدون ما نحدد عمر معين في خطورة عليها كأم وفي خطورة على الجنين، فنبغى نعرف صحة هذه المعلومة، وإذا كانت صحيحة كلمنا عن تفاصيل أكثر، العمر وما شابه ذلك.
فيها شطرين على الجنين وعلى الأم. نعم. الجنين بسبب أنه جودة البويضات تقل مع العمر، نسب حدوث المتلازمات الوراثية أكثر كثير في السيدات فوق الـ 42-43. أكثرها شيء مشهور اللي هي متلازمة دون، اللي كانوا زمان يسموها المنغولي، الاسم ده برضو انتهى. فمتلازمة دون أكثر كثير جدا، إذا حملت فوق الـ 40 تحتاج إلى رعاية ونعرف إذا كان البيبي مصاب أو لا من البداية. إذا كان البيبي سليم من المتلازمات الوراثية فإن شاء الله يكون حمل سليم ما في مشاكل. الشطرة الثانية على الأم يعتمد على الصحة، يعني لما جينا سيدة رياضية رشيقة ما عندها سكر ما عندها ضغط ما عندها قلب ما عندها أمراض مزمنة تحمل، الرحم لا يشيخ لا يكبر، مشكلتنا في المبايض وعدد البويضات. فإذا حملت وهي بصحة جيدة وأخذت رعاية جيدة من استشاري تخصص دقيق آخر يسمى هاي ريسك بريجننسي أو الحمل الحرج، إن شاء الله أمورها ما فيها مشكلة إذا حملت. مشكلتنا إنه الحمل ذاته يصير أصعب كثير كل ما السن تقدم. طيب دكتور، خلينا الآن لو نتخيل أن هناك أحد النساء تشاهدنا الآن في سن 45 سنة وتخطط للحمل، إيش أهم النصائح والإرشادات اللي هي لازم تأخذها في عين الاعتبار، وإيش هي المخاطر المصاحبة لقرارها للحمل في هذا العمر؟ النصائح هي نفسها لكل الأعمار، المحافظة على الوزن، الوزن أكبر أعداء الخصوبة والصحة، ترك التدخين بجميع أشكاله، الدخان أيضا بجميع أشكاله مضر للصحة ومضر للخصوبة وبيسبب مضاعفات كثيرة إذا الله أراد وحصل حمل، والحفاظ على الصحة بشكل عام. الوزن والدخان سبب لأكبر مشاكل أمراض الضغط، القلب، السكر. فالصحة طيبة ما في مانع أنها تحاول تحمل، زي ما قلت المشكلة تكون في صعوبة الحمل بشكل عام. إذا حملت ومحافظة على صحتها نعتبره طبعا بالطبع هاي ريسك، عالي الخطورة أو حرج، ولكن يعتبر إلى حد ما روتيني، ما هي مشكلة كبيرة. نعم. دكتور تكلمت عن، وحافظوا على صحتكم من البداية. جميل. تكلمت عن يعني انتهاء هرمون استروجين في جسم المرأة بسبب يعني التغيرات الهرمونية وغيرها، إذا السيدة كيف تقدر تحافظ على رونق بشرتها، على حيويتها يعني بهشاشة العظام وغيرها، كل هذه الأمور، هل في هرمون تعويضي لها أو لا؟ الهرمون التعويضي له حكاية طويلة جدا، خصوصا أن السيدات اللي جاتهم جلطات قبل كده، عفوا دكتور، معروف أنه ممنوع يستعملوا هرمون، صحيح؟ بالضبط، سبقتيني بالإجابة. فصحيح فعلا، الهرمون التعويضي الاستروجين له مشاكل وله ميزات. جات فترة من الزمن قبل 30 أو 40 سنة حاولوا يخلوه شيء روتيني، لما بدأوا يعملوا أبحاث لقوا فعلا أنه على طول مباشرة إلا عندها تاريخ مرضي بالجلطات ما تقدر تستخدمه. صحيح. غير كده استخدامه للفترات طويلة جدا قد يسبب مشاكل أخرى أو نوع معين من السرطانات. فنقول طب كيف نستخدمه، وإذا كان أمر قد يكون مسبب للسرطان كيف تقول لنا نستخدمه؟ الاستروجين يستخدم لفترات قصيرة، سنة سنتين ثلاثة بإشراف طبي، يعني ما نبغى أي سيدة تقرر أنه أبغى أخذ هرمون تعويضي وتروح تشتري من الصيدلية، لازم طبيب متخصص، غالبا تخصص دقيق لتأخر الإنجاب. طبعا هذه كلمة تأخر الإنجاب تظلم التخصص، لأنه ننسى الغدد التناسلية اللي هي المبايض اللي هي مصدر الاستروجين جزء من المجمل وما له علاقة كبيرة بتأخر الإنجاب، يعني مرتبطين ومنفصلين في نفس الوقت. فيجب تقييمها بعناية، والهدف من الهرمون التعويضي غير المحافظة عن نضارة البشرة وعن حماية القلب وعن هشاشة العظام، هدفه الأساسي جودة الحياة في الفترة الانتقالية 3-4-5 سنوات، ما نقدر نستخدمه فترة طويلة. بعد الفترة دي في استروجينات طبيعية نباتية موضوعها مختلف، خطرها أقل، تصرف بدون تحفظ شديد، ولكن برضو زي ما تفضلتي اللي عندها تاريخ مرضي لسرطانات الثدي مثلا عند أهلها أو إذا عندها جلطات سابقة لازم تستخدم كلها بحرص شديد. أكيد. استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة الدكتور بندر كتبي، إحنا نشكرك ونشكر تواجدك اليوم معنا، وإن شاء الله كل السيدات يكونوا استفادوا من هذه الفقرة. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع.